السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة حبيب لي معلومات. إن شاء الله في هذا الفيديو نتكلم شوية على الأورو، كيف طلع الأورو حتى 2600 حتى 2500، لماذا؟ أولا الأورو باش يطلع الناس راه دوموندي بزاف، هذه حاجة الأولى، وكذلك الناس اللي دوموندي فيزا، وكذلك الناس تروح العمرة، هذو مثل الحوايج يطلعوا الاورو حتى ل 2600، وكذلك حتى الكميه اللي عندك. مثال كميه، مثلا نقولوا حنايا 500 يورو ماهيش كيما 1000 اورو ولا 5000 ولا 6000 ولا 10000، هذه حاجه باينه خاوتي. وكذلك السعر تاع الاورو تختلف من ولايه الى الولايه، وتختلف من بلد الى البلد، هذه هي ديرها في بالكم. الاورو كما اليوم في ولايه الاخوات راه يدي تقريبا 2530، تزال العاصمة راه يدير 2600 حتى 2600 و10000 2600 و15000، هذه في تزال العاصمة. في الجنوب مثال ورقلة، قرداية، تمر راست، الله أعلم. كما بشار راه يدير تقريبا يدير 2540، كما ولاية أضرار تقريبا راه يدير 2590 تقريبا، نقول 26، هذا السعر نتاع اليوم. كما السعر تاع يامس خاوتي كان شويه شويه هابط، كان يدي تقريبا 24 24 و30 24 50 24 60 الحق حتى 24 و80 في 100 اورو خاوتي. وكذلك الدولار راه يدي 2200 2250 2270 في الجوايه. مهم خاوتي اللي عنده أي مشكلة ولا عنده أي استفسار خلينا التعليق في هذا الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.